What about your first Oscar? What about it? For your Oscar. Yeah, it feels amazing. الفيلم اللي خلى ليوناردو دي كابريو يفوز بالأوسكار وتصور بين قارتين. مرحبا أنا إيلا، والتريفيا اليوم عن فيلم The Revenant. هذا الفيلم استخدموا الضوء الطبيعي حتى يحققون أكبر قدر من الواقعية، وهذا الشيء خلى إنه التصوير يكون فقط لعدة ساعات بسيطة أثناء اليوم، وكان من المفترض إنه يكتمل التصوير بجدول زمني مدته 80 يوم، ولكن بسبب هذا التأخير، تأخير الإنتاج، تم تغيير مواقع التصوير من كندا بعد ذوبان الثلوج إلى جنوب الأرجنتين اللي كانت بها ظروف شتوية مماثلة. وحتى ميزانية الفيلم اضخمت من المبلغ الأصلي اللي هو 60 مليون دولار، وصل إلى نهاية إنتاج الفيلم إلى 135 مليون دولار، لكن هو بالنهاية قدر يحقق أكثر لربما من 530 مليون دولار بجميع أنحاء العالم. ليوناردو دي كابريو بالأصل عرضوا عليه دور البطولة في فيلم ستيف جوبز بعام 2015، لكن رفض من أجل هذا الفيلم، الفيلم اللي ترشح دي كابريو به لجائزة الأوسكار للمرة الخامسة من بين ترشيحاته الستة، وكان أول فوز له على الإطلاق. What's your about first as well there?